بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير، أخباركم يا رب طيبين وبخير وصحة وعافية. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم آمين. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وحياكم الله معاي فيديو جديد. أول حاجة وقبل ما نبدأ الفيديو حق اليوم، أنا حابة أعتذر لكم علشان صوتي زي ما تسمعون أنا مزكمة فماني قادرة أتكلم ورايحة فيها، فلتمسون لي عذر. هذا التسجيل بالبداية، هذا جديد، والمشتريات عاد هذه لا بتسجيل قديم وكانت الزكمة في بداياتها. يعني اليوم بإذن الله تعالى راح نكمل مكان ما وقفنا بالجزء الأول. ارجعوا للجزء الأول اتفرجوا عليه، وهذا الجزء الثاني حق المشتريات وكمان شوي تنظيم، ويلا خلونا نكمل مع بعض. وهذه المرتدلة أو اللانشون اللي قلت لكم عليه بالمرة، حلو من الذوق. أتذكر سعره 9 ريالات، أتذكر كم كيلو أنا ماني عارفة، 250 جرام، ربع كيلو لانشون. حلو كمان، أحب أحطه جوا البرجر جوا التوست يعني كذا. هذا الكيس اللي هنا ما أحب فتح الأكياس، يا يعني يكون الكيس مفتوح ولا خلاص. خذيتين هذول الصارونة من المراعي، شوكولاتة وفانيلا. أوقات لما كافئها يا بنات كافئها بحاجة زينة، يعني أوقات بصحن فراولة، أوقات ب يعني بأي حاجة هي تحبها، يعني كذا شكل أنوع. خذيت لها 6 حبات، هذا كريم كراميل، وهذول 2 لا هذول، هذا حلا شوكولاتة وهذا فانيلا كريمة، يعني هذا كستر، كله كستر، يعني كستر فانيلا وكستر شوكولاتة. خلاص طيب نشوف اللي بعده. هنا أنا عندي سكر. خلاص اللي قالت لي أنت تكذبين، معلش على الكلمة، كيف في سكر يباع ب20 ريال؟ أبغى أفهم، وحجم كبير يعني. يوم قلتكم وريتكم إياه بالمشتريات اللي فاتت ما صدقت، طبعا وريتكم إياه بالمحل بفيديو علشان نقطع الشك في اليقين. هذا هو اللي أجيبه دائما أنا، سكر أبيض عادي. هذا عبارة عن 5 كيلو، تخيلين 5 كيلو 18 ريال، مو بعد ب20 ب18، 5 كيلو 18 ريال. شايفين أنتم والله أشياء حلوة. طبعا هذه صناعة، علشان ينتهي الكلام، كينغدم في سعودي أرابيا، الدمام السعودية. شفتوا كيف؟ يعني تقولي يا أم سارة ديري بالك على أكلك، أكلك ما أدري إيش. لا، اللي يتكلمون على فقر الدم عندي أو نقص الحديد، لا يا بنات، أنا نقص الحديد عندي ما له علاقة بالأكل. أنا المشكلة اللي عندي مشكلة صحية، علاجها الأبر فقط. يعني أنتي من رشاشة تتكلمين ما تدرين إيش أنا اللي أنا مر فيه. أنا أبخص بنفسي، ما في إنسان تهون صحته عليه أبدا، ما في إنسان صحته تهون عليه. فأنا المشكلة اللي عندي ما لها علاقة بالتغذية، لا بشمندار ولا بزبيب ولا بقهوة ولا بنسكافيه. أنا المشكلة عندي متأصلة كذا صحيا، علاجها فقط إبر الفيروساكي، ما لها علاقة نوعية الأكل. لأن لو لها علاقة نوعية الأكل كان زوجي أو بنتي أقدر الله جاهم يعني أنيميا حادة زيي. أنا المشكلة عندي صحية، مشكلة معاي قديمة من بيت أهلي، علاجي فقط بالإبر الفيروساكي، ما لي علاج بالأكل. والمنتجات اللي قاعدين تشوفونها كلها منتجات صناعات وطنية، اللي من مصر اللي من السعودية، ما في حتى من الإمارات اللي تشوفون هذا كله، ما في من الإمارات. بس إني أنا أتسوق بذكاء، أقرأ تاريخ الانتهاء، أشوف السعر، أقارن الأسعار، ما هو عيب. الحمد لله الله سبحانه وتعالى منعم علينا ومقتدرين، بس نصون النعمة شوي، نحافظ عليها. شوفوا أنا وفرت، يعني كان بإمكاني أني أخذ الأندومي مثلا ب6 ريالات خلاص، وأخذ البشاميل كمان. لا، أنا بالفرق اللي طلع بهذا المنتج السعودي قدرت أنه أخذ هذا. فهمتوا علي؟ هنا الفكرة، أنك أنت لما تخفضين من سعر من شيء، تخفضين السعر دلين تأخذين أشياء ثانية أنت تبغين تأخذينها. والفاتورة الآن تبغون تصدمون بالفاتورة. خلاص أنا قلت لكم هذه المقاضي خلاص التوب عندي، لما أتقضى كذا يعني خلاص هذه مقاضي التوب. بتنصدمون من الفاتورة عندي كيف تكون الشهر الجاي، ممكن أتقضى ب200،
لان ممكن الباميه ما اطبخها، ممكن البشاميل مو كله يخلص، ممكن الاندومي مو كله يقضي، الذره مليانه فهمت، ممكن اجيب دجاجتين، الشاي مليان ما راح يخلص، الجبنه السائله، في اشياء تعيش معي تقعد معي عمر شهر شهرين تمد معي دام تاريخ الصلاحيه ما انتهى. فشوفوا كيف السكر 5 ريالات 18 ريال رخيص. بيت اومو قولوا لي اللي جربوا اومو يكتبوا لي خلاص. طبعا اومو صناعه مصريه خلاص، وكاتبين انه يعني حاطين عليها سعر خاص مقدم من قبل شركه يونيليفر ماني عارفه ايش الشركه هذه، بس سعرها كان مره حلو، اتوقع 20 اتوقع. هذا عباره عن كيلوين ونص، هذا عباره عن كيلوين ونص بس. تاكدوا من حاجه لما تشترون الصابون، شوفوا الغساله اوتوماتيك ولا عادي، لازم تاخذون نفس نوعيه الغساله اللي عندكم، البعض ما ينتبه للحاجه هذه تمام. فاللي جربوا اومو اكتبوا لي حلو ولا لا، انا بالعاده اجيب برسيل واريال، هالمره جبت اومو بجرب بشوف زين ولا مو زين يعني. كمان خذيت فاين سيتي 10 اكياس من داخل زين، اتوقع العلبه فيها 200 فيها 180 منديل تمام، كثير يعني. خذيتها ب 17 ريال او 18 ما ادري، 17 و18 شفتوني وانا اشتريهم يعني. طبعا هذه ما تخلص معاي بشهر، ممكن تقعد 3 4 شهور وش استخدام ناعد. فهذه من الاشياء اللي انا يعني تفرق معاي بميزانيه الشهر من شهر لشهر، ممكن الشهر الجاي خلاص ما تجيبه يطيح عني، الشهر الجاي ما اجيب مثلا القهوه تطيح عني، كذا حاجات تطيح عني يعني فهمتوا. عندي كمان اغراض، خذيت من اسناد البهارات السبعه، انا احب البهارات بالعاده ماما تخلط وتعطيني بس الحمد لله على كل حال. المره هذه لا شريت جاهز البهارات السبعه كذا من اسناد. خذيت من هنا كمان، خذيت لبن المراعي، وهنا خذيت نشا علبة واحدة أنا عندي بس أضيف عليها أزيد يعني، وهنا خذيت نيدو علبة صغيرة، أنا عندي سارة بس تشربه أو لما بحطه بحلة بس مو دايم يعني إحنا نشربه قليل. خذيت هذه من الوليمة خلطة البرياني مرة لذيذة يا بنات، حيل تفك أزمة فوق ما تتخيلون، فوق ما تتخيلون ممتازة. هذه تكفي معي ثلاث طبخات بالضبط، ثلاث طبخات بالضبط تكفي معي. إذا حابين أسوي بها أكلة قولوا لي أسويها معاكم. هذه القشطة اللي قلت لكم عليها قشطة نادك، 1 2 3 4 وأنا عندي أصلا، كانوا عاملين عليها عرض 4 ريالات ب 4 حبات ب 9 ريالات، فخذيت 4 صراحة. هذه يا بنات هذه شبيهة القشطة، هذه مية قشطة، هذه حطها بالحلة. اللي عندي قشطة، وغالبا احنا ناكل القشطة الطازجة او نجيب مثلا التاج زي كذا، لكن هذولا صراحة اجيكم الحلويات عشان الحلة. وعندي هنا الشطة خذيت واحدة، شفتوهم بريالين كانوا عرض، ثلاثة كانوا بريالين. هذولا يعني الشهر الجاي ما اتوقع اني اجيب، ما ادري احنا نحبها صراحة ناكلها. وخذيت هنا بيكربونات الصوديوم، هذه أفضل نوعية البيكربونات الصوديوم، شوفوا حاطين عليها لجميع استخدامات المنزل، تنفع للأكل وتنفع للتنظيف. غريب غريب المنتج هذا صراحة يعني جدا غريب. طبعا من رياض فود، رياض فود من أفضل الشركات خلاص. في هنا كمان في فتوت، الحين أشوف اللي بعده، ما أحب أفتح الأكياس. خذيت هنا صلصة، أنا عندي بالثلاجة بس عاملين عليها عرض صراحة، صلصة هانز الأمريكية، خذيتها من عندهم ب8 على ما أتوقع، حلوة طبعا هانز أمريكي فيها من داخل 8 حبات. وهنا خذيت هذه سايلة لينة من جوا، خلطة برياني تشوفونها لينة، ما هي بودرة لا سايلة، بشوفها بجربها، كانت ب3 على ما اتوقع او ب5 ناسية، كاتبين انها هنا تكفي شخصين. هذه معتدلة، خذيت معتدل مو حار علشان بنتي. هنا خذيت برايد، هذه 24 حبة جبن مثلث، طبعا ما راح تخلص معي بشهر، بتقعد معي شهر ثاني.
وهنا خذيت كمان بهارات، هذا كاري، كاري بحريني، تمام. الصناعة إنتاج المملكة العربية السعودية، شايفين ما في شيء إماراتي يعني اللي قاعد أجيبه. وهذا كمان كولا، هذه خلطة النودلز، خذيت اثنين أنا، قلت أبغى أجرب. حليب مكثف محلى مش كراميل، أنا عندي حليب مكثف محلى موجود عندي وكثير والله اللي عندي، بس يلا ما يضر لأنه أصلا كان بسبعة. خذيت هنا هذه طماطم مقشرة، تخيلوا عاملين عليها عرض بتسعة ريالات بس، تخيلين بندورة بس مقشرة مخزنة هنا. أنا إيش أسوي؟ خلاص طبعا هذا يا بنات منتج إيطالي، هذا منتج إيطالي، شوفوا كيف يعني في أشياء حلوة. هذا منتج إيطالي، أحطها أنا بأكياس وبالفريزر، أوقات تيجي آخر الشهر ما عندي بندورة أطلع منها وأطبخ كذا. أنا مشي ميزانيتي، أجيب صندوق البندورة الصغير هذا اللي تشوفونه للسلطات بس 9 ريالات 8 ريالات، وهذا عادي أقضي منه كذا آخر الشهر وأطبخ، ممكن يقعد معي شهرين ثلاثة. وزي ما قلت المنتج إيطالي، عبارة عن كم كيلو؟ 200 2000، يعني 2 كيلو ونص، كيلوين ونص. خلاص طيب نشوف اللي بعده، ما قضينا لسه، في أشياء كثيرة قلت لكم بتصدمون من الفاتورة. هذه هنا بسكوت 5 ريالات بعد، أنا ذقته يا بنات لذيذ لذيذ لذيذ. خذيت 3 حبات، فتحت 2 وفتحت 1 وكلينا وبقى 2 هذولا. هذا يا بنات الصناعة، بوريكم عشان تشوفون الصناعة، أنا قريت أبغى أشوف هو من الإمارات ولا لا. لا شوفوا صناعة في بولندا، تشوفون مستورد 5 ريالات بس، وفي من داخل طبقتين، يعني في من داخل تقريبا 20 حبة، لذيذ لذيذ مع القهوة، مع القهوة التركية أو النسكافيه كابتشينو اللي أنتم حابين. هنا كمان خذيت، هذا عندي هنا تونة من إسناد، 1 2 3 عمي عليها عرض، 3 حبات كانوا ب 11 ريال، عرض ممتاز ممتاز. بسوي معاكم التونة بالفاصوليا وبالبازاليا، بسوي الخلطة معاكم وتشوفونها، تمام. هنا خذيت زيت، خذيت زيت حياة، خذيته ب 11 ريال، تمام. عندي كمان هنا خذيت هذا اللي دائما اخذه انا، الكاتشب، لذيذ لذيذ بريالين بس، كاتشب حياة. كمان مايونيز نور 500 ملي، تمام 500 ملي، كان سعره تقريبا 6 ريالات. خذيت كمان هنا ماجي، اول مرة انا اشوفه الصراحة، قلت بجربه، اسمه اوك. هذا يا بنات منتج سعودي بجدة مصنوع، منتج سعودي. طبعا في كلام كثير طالع على ماجي، تذكرون انا اول كنت اسوي الماجي بالبيت، بس بعد ما اصدرت هيئة الغذاء والدواء انه الماجي خالي من اي اضرار صحية وامن للاكل، خلاص اصدرت الهيئة يعني شيء مضمون، عادي صرت انا اجيب منه يعني. فخذيت هذه الشركة بشوف يعني اول مرة اجيبها انا، بقول لكم حلوة ولا لا. هذه برا كانت سعرها اتوقع بثمانية، اتوقع ب8 ريالات. خليت كمان هذا البسكوت، خلاص مستورد، مستورد من وين؟ خلنا نشوف، صناعة في أوروبا، منتج بلغاري، إيش رأيكم؟ صدمة صح؟ يعني شوفوا ما شاء الله الأغراض اللي خذيتها، وما في شيء من الإمارات، كله مستورد، كله كويس، كله بسعر كويس. هذه كانت بخمسة، هذا تشربونه مع نسكافيه مع الكابتشينو. خذيت واحد زيه بعد بالكريم كراميل بس كليناه، كمان كان مرة لذيذ مرة لذيذ مرة لذيذ. هنا خذيت كمان، خذيت شابورة، شابورة يومي، خلاص شابورة يومي، شابورة أصلية بحبة البركة والصناعة يا بنات، صنعة بالمملكة العربية السعودية، سيد الخبازي، تمام، يعني منتج سعودي. طيب خلونا نشوف اللي بعده، رز مصري، بالعادة أخذ صن وايت، هالمرة غيرت جبت وايت سمال، الوزة البيضاء معكوسة يعني، أتوقع
اتوقع نفسها ماني عارفة. هذا كان 28 ريال. كيس مشقوق. ابغى اشوف الصناعة بس دقيقة. كيس مشق ماني عارفة. شوف هنا شركة ميار للأغذية. ميار الدمام. منتج سعودي يا بنات. منتج سعودي. بجربه واعطيكم رايي. هذا رز مصري يعني. خلاص. بقى المنتج الأخير. هذا خذيته يا بنات ب28. هذا ب28 عبارة عن عشان أنا تعرفون يعني الكم جرام. رز أبيض. بالعادة حتكتبون هنا. أفت. هذه بنات هذا 5 كيلو. تمام. 5 كيلو. خذيت كمان رز البيتي. الرز عندي بح. طبعا الرز السكر الأشياء هذه ما تخلص بشهر. تعيش عندي. فالرز اللي عندي خلاص خلاص قضى ولا حبة فيه. فخذيت هذا الرز اللي أنا أخذه. بالعادة أجيب لولو بس ما لقيته. خذيت ملك الأرز. ممتاز ممتاز. أرز بسمتي أبيض هندي. بنجابي طويل الحبة. 5 كيلو. خذيته يا بنات ب36 ريال. كمان كان عليه عرض. بالعادة أنا أخذه ب52 أتوقع. أتوقع كذا كان عليه عرض. خلاص. طبعا بقيت القهوة. أنا ما جبت قهوة نهائيا. وكمان بجيب شوية فواكه. باقي لي قهوة وشوية فواكه فقط. هذه الأشياء اللي ناقصتني. طبعا شفتوا معي عندي صابون مواعين. عندي صابون جلي مواعين. الحمد لله ما في شيء يعني. هذا اللي كان ناقص عندي بس. المكرونة وريتكم المرة اللي فاتت أنا جبت بعروض وخزنتها عندي. باقي على الصلاحية وقت طويل. جبت كمية صراحة وخليتها عندي يعني عندي شعرية. الحمد لله اللي شاف معي تنظيم المطبخ شاف الأغراض أكيد. المهم الحين نجي لأهم حاجة تبغون تستنونها اللي هي الفاتورة. شوفوا هذه الفاتورة. خلاص. اسكاكا طريق الملك عبد الله حي الزهور. هذه الفاتورة كاملة. زين أوريكم بعض الأغراض اللي احنا خذيناها عشان تتأكدون. برايد مثلثات. ماجي اللي هو هذا. زين. المراعي كستر اللي هو هذا. شوكولاتة كاتبين اللي هو هذا. طيب ذرة حلوة مجمدة اللي هي تحت وريتكم إياها الأمريكية. كرافت شرايح خفيفة. وين صارت؟ المهم اللي مع الأغراض. المهم هذه الفاتورة كاملة هنا. تمام. تعالوا نشوف الفاتورة. عاد الفاتورة طبعا الفاتورة مع الضريبة. الفاتورة مع الضريبة 651 ريال. يعني بدون الضريبة توصل معاي إلى 500 وشوي فقط. شايفين؟ شايفين كيف الوحدة توفر وتدبر وتضبط أمورها؟ أنتم كمان أباكم زي كذا لو دخلتي المحل شوفي الأسعار. طالع الأسعار. مو معنى أنه حاجة غالية والله إنها كويسة أبدا. في بدائل حلوة في بدائل زينة. والحمد لله الحمد لله يا رب. الله يدوم النعم. هذه كلها خيرات ونعم من رب العالمين. أهم شيء ابعدي عن الأشياء اللي عليها كذا كلام زي اللي بجبل علي وما أدري إيش. ابعدي عنها. أما الأشياء الثانية الحمد لله منتجات سعودية داخل بلدي مصنعة. منتجات مستوردة حلوة من مصر من بولندا من دول ثانية. بس إنه ما سلط عليها الضوء زيادة. ما خلص الأشياء حكي. اللي نسيت أوريكم إياها كمان. خذيت هنا فاصوليا خضراء بازاليا عفوا كانوا عاملين عليها عرض. تخيلوا بريالين فقط. والله بريالين. خذيت واحد. أنا عندي كيس بس قلت زيادة خير خيرين. وكمان خذيت هنا من النخبة كرات الدجاج بالكفتة. أنا أسويها بالكريمة تطلع مرة لذيذة مع الرز الأبيض والشعيرية. خذيت هذه بنات 9 ريالات. هذه بها 20 كورة. خلاص كذا تكون المقاضي كاملة. والحين خلونا نبدأ نرتب الأغراض مع بعض. طبعا الثلاجة أنا حاطة فيها الأغراض بطريقة عشوائية لأني صورت لكم المقاضي بالنهار يعني. وهذا الترتيب أنا قاعد أصور لكم بالليل. تمام. فحطيت المقاضي كذا علشان ما تخرب برا الثلاجة. وقلت لا بغيت أصور أطلعهم لأن الثلاجة أصلا كذا كذا يبغى لها تنظيف. وأبغى أصف الأغراض معاكم. طبعا طريقة تنظيف الثلاجة أنا سبق سويتها معاكم. ارجعوا للفيديوهات اللي فاتت. فاليوم بس بعطيكم خطوة مهمة علشان اللي يعني ما تبغى ترجع للفيديو اللي فات. خطوة مهمة للثلاجة تسحب كل الروائح روائح الرطوبة اللي فيها. أول شيء طبعا تفضين الثلاجة كاملة. هذا الصحن اللي فيه مكرونة الأصفر اللي تحت.
هذا أبو سارة كل يوم يقول لي خلي أنا أبغى أكله وتركيز. زوجي من النوع اللي ما يحب يرمي الأكل مثلي يعني الحمد لله. فأقول له خلاص أبشر يخليه يأكل منه شوي ويرجعه، وهذا اللي بقى تقريبا حق 3 ملاعق بس. فخلاص أبغى أرميه قدم يعني، له تقريبا 2 أو 3 أيام. المهم هنا فضيت الثلاجة كل الأغراض اللي فيها، طريقة التنظيف سهلة بمي وصابون، أليفهم أطلعهم أليفهم أرجعهم. بعد كذا تولعين فحمة، هذه أنا مولعتها، وتحطين عليها شوية مستكة وتتركين الثلاجة تتبخر، تقفلينها لحدات ما يطفي البخور. بعدين نبغى نبدأ نضب الأغراض على الثلاجة ما تتبخر. طريقة حفظ الليمون، تجيبين مي تحطين فيه الليمون، تحطين عليه الغطاء وبالثلاجة يعيش معاكي شهر لو تبغين. هذه الأكياس الرائعة اللي أنا خذيتها من شي إن، فظيعة فظيعة فظيعة، رجعت طلبت منها مرة ثانية، وبإذن الله تعالى بتوصلني بمشيئة الله تعالى. خلاص أول ما يوصلهم بصورهم لكم. حطيت هنا الكوسة، حطيتها بالكيس كذا علشان ما تخرب. خذوهم يا بنات على ضمانتي، رائعات، تقعد معاكي شهر. الحين أوريكم الخيار كيف عندي تمام التمام ما خرب. الحين أبغى أحط الفلفل الرومي. أنا بالعادة كذا أحط السلال جنبي والمناديل، إذا شفت السلة كبيرة والله بدلت السلة، وإذا السلة صغيرة يعني خلاص كويسة ممتاز. هذا الكوسة وهذا الخيار، شوفوا هذا من الشهر اللي فات، شوفوا والله على شكله ما شاء الله تبارك الرحمن، ولا خرب ولا حتى تغير ولا ذبل. هنا جبت سلة حطيت فيها البندورة، والحين كمان التفاح الأخضر، وكان عندي شوية تفاح من القياضة اللي فاتت يعني. جيت للثلاجة كذا بضب الأغراض، هذه الصفة اللي تشوفونها قدامكم رجعت بدلتها مرة ثانية لأن الترتيب ما جاز لي، حسيت إنه صار في شوية فوضى، فرتبتها بعدين بطريقة ثانية أفضل. لاحظوا يا بنات الكاتشب أو الأشياء يعني اللي عندكم قديمة، تبغون شريتوا مثلا بقياضة جديدة، حطوا القديم الجديد قدام، القديم قدام والجديد ورا عشان تستهلكون القديم أول، فهمتوا علي؟ شوفون حطيت الكاتشب قدام، القديم والجديد ورا. الحين عندي كذا سلة عبيت فيها كل الأغراض المفتوحة اللي أنا فاتحتها، القشطة، المرتدلة، الصلصة، وهكذا كله، الزيتون كله حطيته هنا، وحطها زي ما هي بالثلاجة. خلاص، وبرضو الحليب. الحين أنا بالنسبة لللانشون أو المرتدلة هذه الطازجة أحطها في علبة بلاستيك وأغطيها، والثلاجة كمان ما أحطها بكيسها. الحين أبغى أبدأ أعبي البهارات، شوفوا طريقة حلوة بالبهارات عشان تاخذ معاكم مساحة أكبر. وقت تعبين البهارات غطي الغطاء ورجيها قوة بإيدك كذا، طقيها بإيدك تلقين طلعت عندك مساحة ما تدري من وين جت، لأن البهار ينضغط يعني. حطيت أول شيء الكاري، والحين أعبي الكركم. العلب هذه سويت معاكم تنظيم قبل هالمرة في علب البهارات، ارجعوا الفيديوهات الأولى تلقونها. هنا حطيت البهار الهندي برضه طقيته كذا بإيدي، شوفوا كيف طلعت لي مساحة كبيرة، حطيت الأغراض بقيتها. طبعا هنا ثاني يوم أنا خلصت كل شيء ورتبت كل حاجة الحمد لله. هنا عندي بقيت البندورة قلت لكم عليها المعلبة هذه، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن اللون، شايفين دائما يا بنات أخذها، شوفوا اللون ما شاء الله مسبكة وحلوة وتفك معي أزمة. وهذه كلها يا بنات 18 أو 15 ريال، أعطيني واحد ماما. هذه سارونا معي اليوم، تجاهلوا لبسها واضح انها لابسة ثوب فستان أميرات. شوفوا كيف أنا أسوي، خلاص أحط بندورة، بندورة، حط بندورتين طماطم. طيب سمعوا سارة تقول طماطم، خلاص كذا حبتين بس، لأني غالبا الكشنات شكشوكة فول فحبتين يكفون. أعطيني ماما صحن ثاني، شكرا شكرا يا أميرتي. وأنا قاعدة كذا أعبي البندورة، خلونا نتكلم مع بعض في موضوع بقاضي الشهر اللي أمس نزلته لكم ووريتكم بعض الأغراض، جتني تعليقات كثيرة بتكلم عليها الحين. طبعا رأيكم يحترم، أنا الرأي المحترم أنا لازم أحترمه لأن المحترم يحترم. خلاص
جاني تعليق من احد الاخوات اول شيء على ثلاجة النخبة، تقول انه زوجها يشتغل هناك وهم ما ياخذون الا من عندهم، حتى مدحت بالعجانة او بالقلاية اللي انا وريتكم اياها على ثلاجة النخبة وقالت انها كويسة. بخصوص ثلاجة النخبة او اي مكان انا اتقضى فيه او اي مكان اشتري فيه سواء ملابس ولا، مو شرط انه يناسبك. انا نزلت سابقا، ارجع اعيد وزيد، نزلت سابقا راتب ابو سارة الحمد لله فوق 20، ارجع اعيد وزيد فيها، ونزلته بستوري الانستغرام وجاني كثير انتقاد عليه ليش يوم سارة، عشان اوريكم ان المبدا عندي مو مبدا انه حنا معانا حنا نشتري. انا كيوتيوبر لما افقد مصداقيتي كيوتيوبر انا وش بقالي لما انا اصير اكذب قناتي واصير افلم واصير اسوي ما ادري ايش؟ قبل ما انا اخسر متابعيني انا اخسر نفسي، فاوقات اضطر اني انزل الحاجة هذه علشان تثبت صدقي اني انسانة صادقة، اشياء تثبت اني انسانة صادقة ما اكذب، تمام؟ فلما انا انزل محتوى ثلاجة النخبة ولا ملابس بسعرها معقول، مو شرط انها تناسبك. انت لما تبغين تفكرين بشيء، احنا كمسلمين دائما نفكر باللي اقل منه. قولي ام سارة نزلت محتوى، ام سارة يمكن عندها وجهة نظر او مبادئ ما تبغى تتنازل عنها، هي كذا تشوف انه هذا الشيء اقتصادي وحلو، يمكن احنا نفكر نشتري اراضي، يمكن عندنا نبغى نبني فندق، فهمتوا علي؟ يعني عندنا مشروع كبير داخلين عليه ممكن. لما ام سارة تقدم محتوى، في ناس من ذوي الدخل المحدود يتابعوني، في ناس اسر فقيرة تتابعني، في ناس من عائلتهم مرة كبيرة عندهم اطفال كثار، في ناس ابوهم كبير بالسن ما يقدر يعمل، فتستفيد من الاشياء اللي انزلها هذه. انت اللي تبغين تشتري منتجات غالية ولا تبغين تشتري ملابس غالية، ما اطلب منك حتى تحطيني لايك اذا محتواي ما يعجبك ابدا، بس تأكدي انه في ناس قاعدة تستفيد. المحتوى اللي اقدمه اذا ما يناسبك فهو مو لك اكيد. انا اوقات لما اتفرج على فيديو باليوتيوب خلاص ديكور ولا اي اشياء ولا اي حاجة اوقات ما تعجبني، بس ادري المحتوى مو مقدم لي، في ناس ثانيين يعجبهم، طالما انه هالمحتوى هذا محترم وخلوق ومؤدب ما يخدش حياتي ولا يخدش ديني انا كأم سارة، ولا لما اتفرج عليه احس بذنب، فانا لازم اني احترم المحتوى هذا، لازم احترم المحتوى وصاحبة المحتوى. اجي الحين هنا ارجع لموضوع البندورة اللي قاعدة انا هنا اعبيها بالعلب. طبعا انا ما اسويها كل يوم، ما اطبخ منها كل يوم، لا يا بنات، انا لما كنت تعبانة متأخرة عند اهلي البندورة خالصة بالبيت كذا، انا ما اطبخ منها يومية زي ما تتوقعون اني 24 ساعة عايشة على المفرزنات والمعلبات، لا ابدا. انوع بالطبخات، اشكل بالطبخات، اوقات اكون تعبانة مالي خلق، احنا بعد لنا حق، احنا مكاين، احنا بشر، فلازم تسيرين حياتك بالطريقة هذه اللي تريحك وبنفس الوقت تحفظ لك صحتك كمان. مظبوط كلامي كذا ولا لا؟ انت سارة برنسس. اعطني بوسه، يلا ابغى بوسه كبير. ايه؟ واو حلو. بابا هذه هربتك، ما تخلص هذه. بابا يا امي وبابا. بابا طلع عندي هنا بالضبط 18 علبة ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين أخذهم وأدخلهم للفريزر. طبعا أنا ما عندي علب بالفريزر شبيهة زي كذا إلا صلصة البيتزا، تمام؟ فأنا ميزتهم، لكن للضمان راح أكتب عليهم هنا عشان أعرف إيش في داخل. فيكي ما تعبينهم بعلب القصدير، خلاص فيكي تعبينهم أكياس بعلب الفول اللي أنت حابة. طبعا انا اعتمادي مو 100% على المعلبات، اعتماد ممكن يكون 30،
بس انتم تنظروا لها من زاويه ثانيه، لاني انا بسلط عليها الضوء نوعا ما فقط. تمام، تعالوا نشوف الفريزر الحين. وهذا فريزري بعد ما رتبت، ومرتب هو كان صراحه، بس ضبيت الاغراض فيه. خلوني اوريكم هنا الورقيات اللي جبتها، انا اصفها بالطريقه هذه عندي بالفريزر. انا مخصصه درج كامل للخضروات اللي فرزنتها. تمام، فوق هنا درج اللحوم والدجاج. شوفوا كيف الميزانية بسيطة ما شاء الله، فريزرتي دائما عامر الحمد لله بفضل رب العالمين، ما لي لا فضل ولا أي حاجة. هنا فوق حطيت الصلصة حقت البندورة أو البندورة، وهنا حطيت بقية الرز المصري اللي كان عندي. وبكذا يا حلواتي أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. أنا هنا رايحة أبغى أخذ آخر إبرة من إبرة الفيروساك، وصار لي موقف جميل بالمستوصف. بحكي لكم إن شاء الله القصة بإذن الله تعالى بالفيديو الجاي، قصة إنسانية فيها عبر ودروس كثيرة. إذا حبيتي الفيديو حقي لا تنسين تدعميني بلايك، وإذا حبيتي قناتي اشتركي عندي بالقناة. شكرا لكم، الله يسعدكم يا رب على حسن المتابعة. كذا نقولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في حفظ الله ورعايته. الحين تعالوا خلوني أعرفكم على قناة جديدة اسمها قناة اتشواي. ايش تعني؟ الله أعلم، صاحبة القناة تعلم. المهم شوفوا كيف ترتيب الفيديوهات، مقاضي البيت الجديد، بيت جديد، فيديو النقل، زيارة الكوفيسالي، ملخص سفرتنا للباحة، تجهيزات العيد، وبرضه طبخات. راح أخلي لكم رابط قناتها تحت في أول كومنت مثبت. الحين كمان أنا سعيدة أنه قاعدة أعلن الخواتي السعوديات، الله يوفقكم يا رب بإذن الله تعالى تكبر قناتي وقناتكم بمشيئة الله. اليوم معنا كمان شيماء الغامدي، خلونا نشوف إيش في قناتها. كيكة إسفنجية مع التزيين، جولة في مجمع الدانوب، احترق بيتنا الله يربك فيهم الشر إن شاء الله، مشتريات من قوي أو جوي ماني عارفة، وسنتر بوينت. المهم كلها فلوقات، جولات، روتينات. قناتها ما شاء الله من أحلى القنوات اللي فريت عليها، الله يوفقك حبيبتي شيماء. وراح أخلي لكم رابط قناتها كمان في أول كومنت مثبت. تعالوا الحين خلونا نتعرف على قناة نورة. نورة شيف ما شاء الله تبارك الرحمن، طريقة مقدوس الفاصوليا، ألذ وأسهل مقدوس باذنجان، طبق شعبي يمني، خبز الشعير الأصلي، وجبة سمك مشوي بحمام عربي. المهم فوتوا على قناتها للي حابة تتعلم الطبخ، ما شاء الله تصويرها حلو يفتح النفس. كمان اليوم معانا قناة في منزلي حكاية، خلاص خلونا نشوف ايش في قناتها. طبخة شيخ المحشي على الأصول، مشتريات وترتيب المطبخ، جولة بينبع التاريخية، أكلة كباب هندي على الطريقة. المهم روتينات وتنظيف وطبخ للي تحب القنوات هذه. كل هذه القنوات بتلقوا روابطها تحت في أول كومنت مثبت. الحين معانا آخر قناة، قناة ميار. ميار بنوتة حلوة، تنزل أشياء مفيدة. خلونا نشوف إيش تنزل. تجربتها خرز الكوي، تعالوا معايا نجهز مفكرة رمضانية، سويت بردة بفن الكروشيه، ما شاء الله تستفيد من وقتها بأشياء مفيدة. وروها بنوتاتكم اللي بعمر ميار. كل هذه القنوات تلقون إن شاء الله رابطها تحت في أول كومنت مثبت. والله يوفقكم جميعا إن شاء الله.